صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، قال: غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم. ثم قال بعد ذلك: لأن الله تعالى خلقهم من غضبه. نعم، يغضبون لغضب الله، لأن الملائكة يغضبون لغضب الله عز وجل، والله قد غضب على أهل النار فهم يغضبون لغضب الله. نعم.